رميت تماس من اللعب. حسن علوي قائد الفريق بيلعب الكرة. فريق النبي شيت عم بيحاولوا بالكرة. علوي بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء خطيرة. فرصة 1-0 جول. 1-0 هدف رائع جدا علي عمار الموسوي. هدف التعادل. سركيس. سركيس بمواجهة علي شومان. سركيس بمواجهة علي شومان. سركيس بتقدم. سركيس بتقدم. سركيس بتقدم وبيسجل هدف التعادل جول. كرة ملعوبة لصالح فريق النبي شيت. خطرة جدا خطرة جدا. فرصة هدف الثاني خطرة جدا بيدخل منطقة الجزاء. خطرة جدا فرصة هدف الثاني. عم بتضيع الكرة تلعب جول. ما معقول ما معقول من الهدف. رامي بمواجهة علي شومان. رامي بيتقدم. رامي بيتقدم. رامي بيتقدم وبيسجل الهدف الثاني جول. الهدف الثاني لأنصار حوارة. كرة بتلعب تسديد كرة ملعوبة علي عماد. علي عماد بيسدد الكرة علي عماد. يا سلام. الله 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 الله. كرة بتلعب لصالح فريق النبي شيت. علوي بيلعبها طويلة مقطوعة علي عماد. علي عماد بيقدم علي عماد. علي عماد فرصة الهدف. علي عماد عم بيسجل جول. ما معقول علي عماد. كرة بتلعب رائعة. مازن علي داخل منطقة الجزاء. مازن علي عم بيزرع يسجل. مازن علي بيتقدم بيسجل جول. يا سلام مازن العلي. كرة بتلعب علي عماد بحافظ على كرته. علي عماد بيلعبها لحسن علوية. حسن علوية بتلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. داخل منطقة الجزاء فرصة هدف وركلة جزاء. ممكن ركلة جزاء. محمد الموسوي. محمد بيتقدم. محمد بيتقدم. محمد بيتقدم وعم بيسجل جول. محمد الموسوي عم بيسجل. إيهاب طالب. إيهاب طالب عم بيضيع إذن بهالأثناء. الحكم حسين أبو يحيى بيعلن عن انتهاء المباراة بفوز.